والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا الخاتمة، يعني هذا الخواتيم، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.